حل الفنان يوسف شعبان وابنته زينب من زوجته الكويتية إيمان الشريعان ضيفين في برنامج ليالي الكويت لتخطف الأنظار بظهورها الأول على الشاشة، حيث فاجأت زينب ابنة يوسف شعبان الجمهور بظهورها الأول وحديثها باللهجة الكويتية والتي تتقنها من والدتها الكويتية الجنسية، وكلامها العفوي عن والدها وكيف تكون شخصيته بعيدا عن الكاميرا والتصوير. في البداية كشف يوسف شعبان أن ابنته تدرس الإعلام وأنه رغب في أن تصبح ممثلة، إلا أنها رفضت الدخول في هذا المجال، وما زالت حتى الآن لم تقرر المجال الذي ترغب في احترافه. وأضاف يوسف شعبان أنه متزوج من زوجته الكويتية السيدة إيمان منذ حوالي 30 سنة، ولديه منها ابنته زينب، وأنه مراد مقيم في أمريكا منذ 6 سنوات تقريبا. وفي ذات السياق تحدثت ابنة يوسف شعبان عن والدها داخل المنزل، واصفة إياه بأنه بسيط للغاية يحب القراءة، وهي تستفيد بشدة من خبراته. وكثيرا ما تسأله عن نجوم الزمن الجميل الذين عمل معهم مثل العندليب عبد الحليم حافظ، هنا عنده 89 سنة والحمد لله في أبهى صورة، ودي بنته خطفت الأنظار بجمالها أول مرة تظهر على الشاشة، كان في برنامج كويتي وكانت بتتحدث لغة كويتية، وأنا يوسف شعبان لوك جديد جميل ربنا يديله الصحة، وهنشوف أسرار عنه دلوقتي وأسرار زيجاته منهم أميرة ملكية. تدريبا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى 2003. ولد في حي شبرا ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة إيجيبشن جازيت. بسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس ليلتحق بأبناء أخواله أو الكلية الحربية ليلتحق بأبناء أعمامه. ونتيجة للضغط الشديد عليه قرر الانتساب في الكلية الحربية، ولكن في اختبار الهيكل أسقط نفسه فرفضوا انضمامه، ولكن عائلته علمت بما دبره فأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس، ثم سحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في السنة الثالثة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية أثناء تصوير مسلسل الحب الكبير سنة 63. قرر الاعتراف علنا لكل الموجودين بزواجه من الفنانة ليلى طاهر الذي استمر 4 سنوات فقط، وحدث خلالها الطلاق 3 مرات مما أدى للانفصال النهائي بينهما، وقد ظل الحب والاحترام تسود العلاقة بينهما. هنا يوسف شعبان وليلى طاهر. وتقول ليلى طاهر التي كانت تزوجت من قبل 3 مرات: تقابلت مع يوسف شعبان في مسرحية أرض النفاق، وعلى المسرح بدأت الحكاية حيث لا أستطيع الاقتراب أو حتى التلميح. خصوصا أن الجميع كان يعرف رفضي المعلن للزواج مرة رابعة، ولا أحد يعرف شيئا بأمر دقات القلب التي دقت بعنف منذ أن شاهدت يوسف وأبت أن تتوقف. حبيته من أول نظرة. أيضا كنت أخشى الشائعات، ثم أنني لم أكن متأكدة بعد من أن يوسف شعبان هو الرجل الذي أبحث عنه، رغم دقات القلب التي كانت تؤكد أنه كذلك، ولكن يوسف في الحقيقة كان أكثر جرأة، فهو يعرف أن المبادرة يجب أن تأتي من الرجل وأن تكون مبادرة حذرة، خصوصا بعد أن سمع بنفسه رفضي المعلن لفكرة الزواج. ولأنه من النوع الذي لا يقبل الفشل فقد استخدم كل الأسلحة ونصب شباك الحب حتى قبلت الزواج منه دون تردد. وللأسف فإن يوسف شعبان بعد شهور قليلة فقط من الزواج تعرف على شلة من الأصدقاء لا يحلو لهم السهر إلا بعد منتصف الليل، وبدأ يتغيب كثيرا عن المنزل، يذهب نهارا للاستوديو وليلا إلى شلته وأهمل في حق منزله رغم أنني كنت أتفانى في خدمته، لدرجة أنني أرسلت بوحيدي أحمد ليعيش مع أمي من أجله حيث أحببته بكل جوارحي.
ورغم ذلك تعاملت مع غيابه الدائم عن المنزل بالهدوء في أول الأمر، وحاولت لفت نظره من حين لآخر، وكنت أختار ألطف الكلمات وأسعد اللحظات حتى لا أثير غضبه وأجرح شعوره. ولكنه كان شديد التمسك بأصدقائي، وكانت أخبار سهراته مع تلك الشلة حديث معظم أهل الفن، بل أن بعضهم كان يلمح من وقت لآخر أن يوسف يصادق كثيرا من النساء. وذات يوم احتدم النقاش بيننا، فطلبت منه الطلاق كنوع من رد الفعل. حقيقة لم أكن جادة، ولكنه استجاب على الفور وألقى يمين الطلاق وللحق، فقد سعى الكثير من الأصدقاء من أجل إنقاذ زوجنا أكثر من مرة، إلا أنه وفي كل مرة نعود فيها لبعض كانت المشكلات تتكرر بنفس السيناريو، ومن هنا كان الطلاق مجددا. وبعد ليلة طهر تزوج يوسف شعبان من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول أخت الملك فاروق، وأنجب منها ابنته سيناء. وإليكم تفاصيل الزواج الغريب هنا مع زوجته تانية، دي سيناء ابنة الفنان يوسف شعبان، على اليمين الأميرة الفوزية وإسماعيل شيرين زوجها الثاني، في النص الأميرة فوزية، وهنا على الشمال نادية ابنة الأميرة فوزية وإسماعيل شيرين مع زوجها السابق الفنان يوسف شعبان. دي الأميرة فوزية وإسماعيل شيرين زوجها الثاني، دي أميرة فوزية مولودة 5 نوفمبر 1921 ل 2 يوليو، وده يوسف شعبان وكان حديث الجرائد طبعا، زواج ملكي من فنان. في عام 1950 أنجبت الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد الأول وأخت الملك فاروق طفلة سمتها نادية من زوجها الثاني بعد شاه إيران، وكان يدعى إسماعيل شيرين آخر وزير حربية في العهد الملكي. تربت نادية مع والديها وأخيها حسين في الإسكندرية حيث البلد الذي ولدت فيه الأميرة فوزية، وأرادت أن تعيش مع زوجها في هدوء بعيدا عن صخب المدينة ومشاكلها. وبعد سنوات عدة وبالتحديد في نهاية الستينيات، دخلت نادية الجامعة الأمريكية لتدرس الأدب الإنجليزي، وانتقلت للعيش في أحد بيوت المغتربات في حي جاردن سيتي الشهير بالقاهرة. وذات يوم حضرت نادية لحفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وهناك تعرفت على فنان شاب يدعى يوسف شعبان، ويبدو أن كيوبيد الحب كما يطلقون عليه أصاب كليهما، فكان اللقاء الأول. بعد لقاء نادية وشعبان الأول ظهر الأخير يتردد على الجامعة وأبدى لها إعجابه بها، وهو ما شعرت به هي أيضا تجاهه، فقررت أن تنقل الأمور لوالديها موكلة لهما أنها تحب فنانا، لكن والديها رفضا رفضا شديدا في بداية الأمر. أصرت نادية التي لها أخت غير شقيقة اسمها شاهيناز ابنة شاه إيران على من رآته يوما حبيبها، فاضطرت الأسرة إلى الموافقة على مقابلة يوسف شعبان. سافر يوسف شعبان إلى سموحة بالإسكندرية حيث يعيش والدة نادية، وقابل والدها العقيد إسماعيل شيرين الذي وافق على الزواج بسبب حب ابنته ليوسف شعبان. وتمت الخطبة والزفاف، وتزوجت نادية 21 سنة ابنة العائلة الملكية من الفنان يوسف شعبان 36 سنة بعد قصة حب دامت شهرين. انتقلت نادية للعيش في حي الزمالك مع زوجها، وصارت الأمور في بداياتها هادئة، إلى أن انقلبت الأمور رأسا على عقب، واضطر الزوجان إلى إنهاء علاقتهما الزوجية أثناء حمل نادية في مولودتها. وأرجعت صفحة الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول فاروق مصر على الفيسبوك سبب طلاق نادية من شعبان إلى عدم استطاعة نادية تحمل العيش مع فنان، وقالت إن حياة الفنانين المزعجة والصخب الذي تحدثه شلة يوسف شعبان، وأبرز أفرادها الفنان محمد صبيح والراقص وحيد بالفرقة القومية، أدى إلى الطلاق. أنجبت نادية من شعبان طفلة سمتها سيناء، ومعروفة بين عائلتها باسم سي، وتربت مع والدتها ما بين الإسكندرية ودول أوروبية، وتخرجت في كلية الآداب جامعة
الإسكندرية. هنا مع بنته سيناء. وحاليا يوسف شعبان متزوج حاليا من إيمان سيدة كويتية، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمين حاليا بدولة الكويت. دي قصة حياة يوسف شعبان. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين.